طلعوا هلا على المعادلتين. عندي تي اي دوت تساوي كمية ايش في بداخلها؟ تي اي وتي وكيو. وعندي تي دوت، تي دوت تساوي كمية كمان فيها تي وتي اي. وهون في شيء ثاني اللي هو تي ان. ايش ممكن نعمل بهدول المعادلتين الان؟ احنا هدفنا نطلع دايناميك موديل، اه؟ شو ممكن نحكي عن الانبوت؟ ايش ممكن يكون الانبوت لهذا السيستم؟ مالتيبل انبوت. ممكن يكون مالتيبل انبوت، مش هيك؟ ممكن انا اقول انه هذا السيستم له تو انبوتس، ايش هم؟ كيو وتي ان، مش هيك؟ وممكن اعتبر تي ان ديستربنس. هل بقدر اعمل تو كنترول فاريبلز بالحاله هاي؟ لا، ما بقدرش اتحكم بالتي ان. هون عندي معادلتين. اعملوا ديجريز اوف فريدم اناليسيس، قديش عندي عدد الايكويشنز؟ اثنين. هلا لو فرضت انه عندي اربع فيربلز، رح افترض انه دبليو كونستنت. اذا بدكم نفترض انه دبليو كونستنت، دبليو رح اعتبرها كونستنت. فرح اعتبر انه عدد الفيربلز بيساوي اربعه اللي هم كيو تي ان تي اي وتي. فصار عندي اربع فيربلز من هون. عدد الايكويشنز، اذا عندي نمبر اوف ديجريز اوف فريدم رح يكون ان في ماينس ان اي. وبقدر الان اعمل كنترولد فيريبلز، اثنين كنترولد فيريبلز من هون وتو مانيبيوليتد فيريبلز. فبقدر اعمل هاي مانيبيوليتد فيريبل، او بسمي هاي ديستربنس، هذه مانيبيوليتد فيريبل وهاي مانيبيوليتد فيريبل، وهذا كنترولد فيريبل وهذا كنترولد فيريبل. بقدر اعمل ستيت سبيس موديل لهذا السيستم. ايش هم الستيت فيريبلز بالحاله هاي راح يفونوا؟ ممكن اعتبر الان انه اكس بيساوي اكس 1 X2 و X1 و X2 اسميهم TE و TE. بقدر اعتبر U ايش هلا؟ Q و TN. بقدر اعمل السيستم هذا له، فممكن اقول انه U يساوي U1 U2 اللي هم نفترضهم Q و TN. اوكي ماشي؟